انا عرض لكم النهارده اكتر من 30 40 صنف رفايع موجودين عندنا. اول حاجه معانا ماسك الخضار ده فالز، دي ماركه تركيه بس تقفيل صيني، دي عامله 70 جنيه، تمام. وده ماسك سيليكون عامل 90 جنيه، تمام. ودي مبشره عامله 70 جنيه، ودي قشاره عامله 75 جنيه. خلي بالكوا يا جماعه الماركه دي كويسه جدا، وخامه الرفايع بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. وبرضو السعر اللي بنقوله يعني ممكن بيبقى فيه خصم عند تنفيذ الطلب، ممكن بقى على حسب المنتج، فيه منتجات تنزل 5 جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، 10، على حسب المنتج بقى وحسب المنتجات الجاية في الفيديو. وده طقم معيار عامل 70 جنيه، شايفين التقفيل عامل ازاي. وده ماسك عامل 90 جنيه، ده طبعا غير الماسك التاني، بس خامته نظيفة جدا، شايفين من جوه سيليكون ومن بره قماش. وده قالب التلج ممكن نعمل فيه المصاصات ونعمل فيه الحلويات، عامل 115 قبل الخصم، تمام زي ما انتم شايفين كده. وده الماسك السيليكون عامل 55 جنيه، ما شاء الله. وده اسباتيولا بالفرشة، تمام شايفين الجمال، عامل 50 جنيه. وده مقص عامل 50 جنيه، ما شاء الله. ودي مصفى 8 بوصة كبيرة عاملة 150 جنيه، تمام. ده مضرب بيض عامل 50 جنيه، تمام. برضو الماركة بتاعته ماركة كويسة جدا. ودي سباتيولا عاملة 55 جنيه. ودي فرشة كاساسيانكو عاملة 55 جنيه. ودي معلقة وشوكة تقليب، معلقة تقليب وشوكة تقليب الخضار تركي عاملة 35 جنيه. ودي بتعمل أشكال العجين، دي تركي زي ما انتم شايفين كده، تمام، عاملة 45 جنيه تركي. وده ماسك قلب عامل 55 جنيه ماركة كاساسيانكو. وده طقم معيار تركي عامل 25 جنيه. ودي قطاعة خيار حلزوني زي ما انتم شايفين كده ب30 جنيه تركي، تمام. ودي سباتيولا برضو عاملة 55 جنيه. سيالة للكيك، تمام، بتتعمل كده عاملة 30 جنيه. ودي مغرفة مع مصفى تركي 2 في 1 عاملة 50 جنيه. وده مضرب بيض عامل 55 جنيه. ودي مبشرة توم تركي عاملة 30 جنيه. ودي عجلة للبسكويت زي ما انتم شايفين كده مشرشرة عاملة 40 جنيه. ودي مبشرة ماربل رخامي فارس برضو عاملة 60 جنيه. ودي قطعة بيتزا ب30 جنيه. وده طقم معيار تركي كبير ب25 جنيه. وده شاكوش للبوفتيك عامل 90 جنيه. وده لتزيين، ودي أشكال لتزيين الكوبايات بتحط كده على شفة الكوباية عاملة 50 جنيه. وده مقص خضار مشرشر عامل 40 جنيه. وده مقص فراخ عامل 75 جنيه، ماركة كاساسيانكو، برضو ماركة معروفة ونضيفة جدا. وده كازلك فاكهة لونين عامل 40 جنيه الواحد. وده طقم كذلك أرشيا 12 قطعة، ماركات بتاع خامة ياباني، 12 قطعة، اللون الأحمر ده عامل 300 جنيه، تمام، 12 قطعة. وده حامل سخن كاساسيانكو، تمام، زي ما انتم شايفين كده بتحط ايدك هنا وبتشيلي هنا الحلل، عامل 65 جنيه. فوطة للمطبخ عاملة 50 جنيه، تمام. ودي قطعة خضار يدوي تركي ب250 جنيه بالضغط زي ما انتم شايفين كده. دي التركي مش الصيني ولا المصري، دي انضف حاجة احنا شغالين فيها. ومعانا طقم سكاكين ارشيا 3 قطع، خامات ممتازة، عامل 700 جنيه، ما شاء الله. وده الشكل التاني بتاعه عامل 550 جنيه، 3 قطع، تمام. وده حامل بيض بطريق بيشيل 6 بيضات زي ما انتم شايفين كده، ده تركي ب45 جنيه. وده طقم تزيين تركي ب30 جنيه. وده مج فرداني عامل 35 جنيه المج، تمام. وده مج شوربة، تمام، منه اللونين دول، المج عامل 30 جنيه، شوربة صغير. وده مج شوربة وطبعا بليلة وكل حاجة بقى في الشتاء، الواحد عامل 35 من اللونين دول.